مين؟ هاي هاي أمير، حظي حلو. ليش ما عم تردي على التليفون؟ ما اشتريتي واحد جديد؟ اي ما عم رد لأنه بصراحة بدي ضل لحالي شوي وما إلي خلق أحكي ولا أشوف حدا. يعني أنت قاعدة لحالك، جود ساين. لحظة، معلش حبيبي نحكي بكرة. أنت بدك تضلي خايفة مني؟ حبيبتي بنحكي بكرة وبنحكي اليوم وبنحكي بعد بكرة. ما بيصير تضلي لحالك. أنا كثير اتضايقت من حالي اليوم لأني حسيت إني زعجتك. أم سوري. هو ما صار شيء اصلا، يعني نحن اوريدي متفقين انه رح نكون اصحاب ونضل اصحاب وحبابين مع بعض. طبعا طبعا نحن اتفقنا انه نضل اصحاب، وانا مالي مختلف معك، بالعكس. اصلا انا مشكلتي مع الناس اللي بتهتم بالعناوين وبتلعب بالتفاصيل. يعني ساره مثلا ما عم تقدر تفهم طبيعة العلاقة اللي بيني وبينها، شرحت لها مرة ومرتين ومليون مرة بس هي ما بدها تفهم، مصرة على اللي براسها. بتصطفل، خليها تحمل النتائج. بتصدقي ميرا إذا قلت لك إنه صاير لما عم شوفها عم يتقطع قلبي عليها عن جد؟ كتير منيح. إذا قلبك عم يتقطع عليها فهذا معناته إنه لازم ترجع لها، هي بالآخر ابنك وما رح تلاقي أحسن منها بالدنيا. موضوع ابني أنا ما بسمح لبني آدم يتدخل فيه، ولا حدا بيقدر يمس شعره من راسه، هذا خط أحمر. أما بالنسبة إلها فأنا ما رحت لحتى أرجع. أنا ما وعدتها بشي ميرا، ولا كذبت عليها بحرف. هي كانت عم ترسم على شي تصطفل، أنا ما دخلني. هي ظريفة وحلوة وحبابة بس مو ستايلي، بعدين سوري مو من مستواي. انت ليش هيك عم تحكي عنا؟ عيب. ليش انا شو حكيت عنها؟ بعدين اذا انت عندك كل هالحنيه هي ليش ما عم بيطلع لي شيء منها؟ لانه حبيبي هذا مزاج، وانا هلا مزاجي ما انه رايق وعم سايرك بس لانه عم حسك سكران. انا سكران؟ هلا هيك لما الواحد بيكون حقيقي وصريح وواضح معك بتقولي عنه سكران؟ على كل حال انا زعلت منك بس مو كتير، شوي قومي نسهر. ما بدي اسهر. بلا ما نسهر، بنسهر هون وكل شيء بيحضر على التليفون. شو جابلك تعشي؟ ما بدي اكل. بلا ما ناكل. عندك شيء نشرب؟ ما في شيء نشرب، ومشان الله امير، مشان الله بدي نام، تعبانه كتير. مو مشكله، اذا نعسان ايه من نام. هي انت شو عم تعمل؟ خلص بقى، بلا خلاصة. شو عم تعمل؟ اسمعي شيل ايدك من اول ما اجيتي لعنا على البيت وانا شايفه كيف حط عينك علي. شو عم تعمل هيك؟ انت جنن، سكر البواب وش خلص بقى. عمي مش عارفه شو شبك. مش عارفه ما عم تعمل يا كلب. خلص 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 خلص، ما صار شيء. تعال لبرا. ما صار شيء، مشكلتي انا وبنتك انا بحلها. تعال لبرا. عم تطلعيني من البيت؟ لا يلا مو مشكلة. على كل حال نيلي إذا بتريدي بدي حكيك. لك انا اللي برا احسب اشيل البوليس. البنات اللي راسهم كبير انا روح قلبي كسر. لك تعال لبرا خلص لي. تصبحوا على خير. يا عيب الشوم عليك. حبيبتي حبيبتي هلا لازم نروح نتشكى عليه. يلا قومي يلا. شك كمان شك. خلص ماما بشرفك، هلا بشو شغلي معه؟ انا مش من اول شيء نبهتك منه؟ ايه خلص انا بعرف كثير منيح شو عم بعمل. خلص ماشي. لا تقلي ما رح تاكل، صار لك يومين بالاكل. هاكل فرج ان شاء الله. لا ما رح امشي لاشوفك بعيني عم تاكل. خلص لما يجي على بالي بوعدك رح اكل. شبك نور؟ محتار وملبك كانك ولد صغير وعامل له شي عمله. قصتك كلياتها بتنحل انك تجاوب حالك على سؤال كتير صغير. بتحبها لماريا ولا لا؟ شايف هذا السؤال اللي عم تقول عليه صغير؟ هاد
قالب لي حياتي فواني تحتاني. القصة مو بس أنا، في شركات وموظفين وناس عم تسترزق، وإخواتي ما بعرف، حاسس حالي مخربط مو كأني أنا. أنتو شو صاير لكم؟ لك من زمان كان الواحد يتجوز هو مغمض عيونه، اليوم بتخطبوا وبتفقسوا وبتتجوزوا مرة وتنتين وثلاثة وخمسة كأنه ما حدا عارفان شو بده أو مين بده. كأنه أنت اللي شغل لك بالك يا ميرا. شو راح يطلع لي منها؟ أنا ضايع يا فرج، أنا ضايع طول الوقت بقعد أفكر، لو بابا كان عايش شلون كان تصرف؟ شو كان عمل؟ أكيد أكيد كان زعل مني وما عجبه اللي عم ساوي. أبوك الله يرحمه كان قلبه كبير، بيسمع لكل العالم ويفهم بكل شيء، وخصوصا بهالقصص. أبوك لو كان موجود يمكن كان اقترح عليك شي حل مو خاطر ببالك. انت ليش ضليتك عم تخبي عني؟ ليش ما خبرتني كل قصصه؟ لأنه في قصص ما بتنحكى. كل شي بتعلق بأسرار الناس لازم ينحكى فيه. أبوك الله يرحمه عاش حياة مو سهلة، كان الكذب محاوطه من كل جهة. على كل حال انت اهتم بحالك، كثير ضروري تقعد مع حالك وتفكر مضبوط وتروق، بعيد عن الناس، بعيد عن الشغل، بعيد عن كل الضغوطات. وفكر مني، مو معقول تضل عايش حياة مكركبة. يا حبيبي أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. بقول لك إيه، أنا قصدك في خدمة كده. اه لا ربنا يخليك ليا. بص انا كلمتك عشان عارف ان مفيش اي حد يقدر يعمل الموضوع ده اللي انت. ربنا يخليك يا حبيبي. انا عايزك تجيب لي اسم اللي اشترى اللوحات من سلامه. ما انا مش عارف هو فين، في مصر ولا بره مصر. يا سيدي قدها ودود، كل ما تكون اسرع كل ما فلوسك تزيد، انت عارف انا عناية ليك يعني. ماشي يا حبيبي، بس هطلب منك طلب والنبي، مش عايز اي حد يعرف ان انا طلبت منك الموضوع ده، وخصوصا سلامه. ماشي يا حبيبي، تسلم لي، مع السلامه. مع السلامه. انت؟ انا خير يا ترى، في ايه؟ كنت متوقع امير نوح؟ هو انت جاي عشان تسالني السؤال ده؟ اعوذ بالله، انا كنت مارق قلت بطلع بشوف زين اذا فايق، بس يبدو منيمتي وعم تستني ابوه. انت جاي بقى عشان تسمم لي بدني مش كده؟ عموما كتر خيرك. ليش شو حكينا؟ واحدة عم تستنى ابو ابنها، شو فيها؟ مين ابو ابني؟ اذا كنت انت لغاية دلوقتي لسه ما غيرتش نسبه. ولو اي نسب بدي غيره؟ اساسا هذا امير مو نسب نوح، ولا معروف قرعت اهله منين. بعدين شو بدك بالنسب انت؟ خليك مركزه اكثر على الفلوس. خلاص عملت اللي نفسك فيه وسممت لي بدني، عندك حاجه تانية تقولها؟ هاتي انا ما يهونش عليا تنامي وانت زعلانه، ولا مني ولا من اي حد تاني.
طيب بذمتك مش طلع معايا حق في موضوع مامتك؟ طيب هتفضلوا قاعدين عند ساره لحد امتى؟ يعني متهيألي لازم تروحوا بيتكم بقى. خلاص 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 يا ماسة، ورحمة أمي ما هفتح الموضوع ده تاني خلاص. طب يا ماسة تعالي نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي خلاص. أنا بس كنت عايز أحكي لك حاجة مهمة. أنا كلمت يسرا النهاردة. حكيتها؟ وليش ما خبرتني؟ خير حبيبي ليش حكيتها؟ في شي؟ ما أنا بقول لك أهو يا حبيبتي، كلمتها من شوية وعرفت إن السلامة نصب عليها. هو أنت عارفة ولا إيه؟ لا لا اكيد ما بعرف. شو منين بدي اعرف اصلا؟ كمل قلي شو في. ولا حاجه، بس كده قلت اعرفك بقى بدل ما تعملي لي مشكله وتقلبي الدنيا. بصراحه كده يعني انا عايز اساعدها. فيها حاجه؟ لا حبيبي خد راحتك، ساوي اللي بدك يعمل وكتر، وشكرا كتير انك خبرتني. ها ما كان لازم أمن لك يا حقيرة. لكان عم تحكي تليفونات معه من ورا ظهري؟ طيب بتشوفي يا يسرا، إذا ما بمشيكي تحاكي حالك ما بكون ماسة. عم تضحكي علي بكلمتين حلوين يا قليلة الأصل. بتشوفي معك واطلع نام. حاجتك خانتي بين شربان. ما راح اتركك لحالك. ما في شيء جديد عن ماريا؟ لساتها مثل ما هي، طالبة طلاق. شو هذا اللي عم يصير معكم؟ يعني مين كان بيصدق انه كل هذا الحب هيك يصير فيه؟ غريب. انا بظن انه هي بس عم تفش خلق فيك، بعدين راح بتروق. صدقني راح بتروق. مش تخلق شو يا زلمي، حامي تبعها ماشي بإجراءات الطلاق. يمشي. انتو اتطلقتوا ولسه ما اتطلقتوا؟ يعني كل شيء ممكن يتغير بين يوم وليلة وترجعوا مثل قبل وأحسن.
بدك تطول بالك. هذا رأيك؟ هذا رأينا كلنا. كنت أنا وميرا صحيح. ضياع الميرا ضياع. بعثت لك سلامات. الله يسلمك. الله يسلمك ويخليك. أما شو أخوات أنت وفادي هيك هيك. أنا وفادي ليش شو شايفني أخذت لك المرأة اللي بتحبها؟ النسوان ما لهم مطوبين باسم حدا ولو يا نور. أنا مو عن هيك ما أحكي لك. أنت مالك منتبه شلون نحن صايرين؟ منتبه أنت؟ كالبين كلبانين على بعض مثل كأنه شوي شوي مالنا أخوات. عم نبطل نصير أخوات. انتبه. لأنه نحن بالأساس مالنا أخوات. بس يمكن هلأ صار اللعب على المكشوف. خير؟ انت ليش جايبني هيك على وش الصبح؟ شو في؟ انا اسف صحتك بكير. شكلك كتير تعبان. انت مانك نايم منيح؟ قضيت الليله عم فكر. بتفكر فيي؟ لا، قضيتها عم راجع الحسابات والحصص وعم فكر رد اعرض عليكي تبيعين حصتك من الورتك. عشان هيك جايبني؟ انت سبق وعرضت علي مصاري وانا رفضت. مزبوط، بس هذا كان السقف اللي نحن بنقدر عليه. هلا رح اعرض عليك عرض جديد. 600 مليون مقابل تتنازلي لنا عن حصصك. واو، 600 مليون؟ ايه؟ انت كيف رح تأمن هالمبلغ كله كاش؟ تشيلي هم، مو مشكلة. وبهي الطريقة رح تطلعني من حياتك وترتاح مني وتنساني؟ لا لا، أنا ما بدي طلعك من حياتي، أنا ما عم فكر بهي الطريقة. أنا كل اللي عم أفكر فيه هو مصلحة عيلتي، مصلحة إخواتي. اوعى بحياتك مرة تانية ترجع تعرض علي مصاري، لأنه جوابي رح يكون دائماً لا. ولا رح تفكري؟ لا. هلأ هذا اللي مخلاك تنام امبارح بالليل؟ إيه؟